لقاؤنا اليوم لنتقاسم معكم تقييمنا لحالة حقوق الإنسان لسنة 2023. طبيعة الحال هذا التقرير السنوي تشرفت برفع هذا التقرير إلى جلالة الملك، وقمت بتوجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين إعمالا للمادة 35 من قانون المجلس، كما سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني هذا الصباح بالمجلس، كما كذلك نقوم بتقديمه عبركم للرأي العام الوطني والدولي. وكانت الجمعية العامة للمجلس الوطني قد صادقت بالإجماع على التقرير في دورتها 13 في فبراير 2023. يقدم التقرير السنوي إذن في أكثر من 340 صفحة، والتقرير الذي بين أيديكم هو ملخص تنفيذي لهذه 340 صفحة خلال الولاية، وهو التقرير الخامس خلال هذه الولاية التي ابتدأت منذ 2019. تقريرنا لهذه السنة، سنة 2023، به للعديد من أشكال التفاعل السلطات العمومية مختلف المؤسسات مع عناصر سنة 2022، وكنا قد أشرنا خلالها أن هناك مجموعة من المؤشرات لتوجه جديد للسياسة العمومية للدولة يروم إعادة ترتيب أولويات الفعل العمومي، مما سيسمح بالاستجابة لتحديات المرحلة، وعلى رأسها تعزيز ضمانات فعلية الحقوق ورصدنا خلال هذه السنة كذلك. إذن عنواننا يعتمد على بعض العناصر في إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أولها دخول العديد من أوراش الإصلاح على المستوى الوطني مراحل متقدمة في تنفيذها برهانات كبيرة لتعزيز الضمانات الولوج الفعلي للحقوق الأساسية لشرائح واسعة. استكمال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة، وهو ما يتجلى في إطلاق برنامج الدعم المباشر في دجنبر 23. مواصلة عملية تعميم التعويضات العائلية تنفيذاً لبرنامج إعادة بناء النظام الصحي الوطني لتعزيز الولوج إلى الحق في الصحة للجميع. إطلاق مبادرات جديدة تروم تيسير الولوج إلى الحق في السكن اللائق خاصة بعد زلزال الأطلس. مواصلة إصلاح النظام الجبائي الوطني من خلال الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على القيمة المضافة، وهو من شأنه المساهمة في تعزيز تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكنا في تقريرنا لسنة 22 قد أشرنا إلى هذا الموضوع بشكل دقيق وأهمية إعادة النظر في النظام الضريبي. عشنا كذلك جميعا مأساة وطنية وما خلفه زلزال الأطلس من وفاة 2946 مواطن ومواطنة. نجدد الرحمة والمغفرة لهم في هذا اليوم. جرح كذلك 5674، وتداعيات هذا الزلزال السلبية على الحقوق الأساسية في 169 جماعة، لما فيها الحق في التعليم والصحة، إلا أنها تميزت كذلك هذه المأساة الوطنية بالتدخل الاستعجالي وبالسرعة والفعالية بعد أقل من 24 ساعة لإنقاذ الأرواح وإسكان المتضررين وعلاج الجرحى وتعبئة المجتمع بكل فعاليه وفعالياته، ومنح صفة مكفول الأمة لليتامى الأطفال المغاربة. عرفت سنة كذلك 23 إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي لا يقتصر تأثيره على تعزيز الوضع القانوني للنساء والأطفال والفتيات، بل ستكون له انعكاسات على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال. ولذلك فإن المدونة الأسرة نعتبرها جزءاً من النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فما هي إذن هذه الخلاصات الرئيسية ل 340 صفحة لتقريرنا السنوي لإرساء دعائم وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ أولها طبيعة الحال
استمرار المحاكم الوطنية الإصدار أحكام بعقوبة الإعدام، حيث اليوم سجلنا 83 حكما نهائيا بالإعدام، ومنهم 83 حكما بالإعدام، منهم 81 حكم نهائي. اثنين من الحكمين لا زال لم يصل بعد إلى مراحله النهائية، منهم حكم بالإعدام ضد امرأة. إذن هذا الإصدار، مواصلة واستمرار إصدار أحكام بالنسبة لنا يعيق التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص. ثاني خلاصة، تزايد عدد الشكايات والطلبات على تدخل المجلس، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بأكثر من 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء وفتيات. وهذه السنة سنة 2023 عرفنا يعني شكايات النساء والفتيات بخصوص تعرضهن للعنف تزايدت بشكل كبير جدا بالمقارنة مع السنة الماضية. كذلك شكاية 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة اللجوء والأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجن الجهوية كآليات انتصاف على المستوى المحلي. سجلنا كذلك شكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات المرتبطة بهذه الحقوق، وتزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة مستدامة، الحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس. وهناك فصل خاص بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي الغير المسبوق الذي عرفته بلادنا منذ سنة 2022 واستمر لسنة 2023. ثالثاً، اتساع مجالات الشكايات للمس بالحياة الشخصية، وهو ما يعكسه تزايد المواطنين اللجوء إلى المجلس الوطني باعتبار آلية انتصاف غير قضائية، ويؤكد كذلك الطابع الاستعجالي للانكباب على قضايا المس بالحياة الشخصية بشكل دقيق من طرف القضاء المغربي. رابعاً، تسجيل 240 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية، و 1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام، 249 هناك تفاصيل للذين يهتمون بهذا الموضوع، هناك تفاصيل بخصوص 149 حالة بالإضراب، ما هي حيثياتها وما هي ظروفها وما هي ملابستها. طبيعة الحال هناك إشعار بالإضراب 1300 غالبا ما يتم توقيفه لبعد يوم أو بعد تدخل المجلس الوطني أو لبعد المشاورات أو اللقاءات التي تعقدها مندوبية إدارة السجون. قام المجلس الوطني ب 285 زيارة لمؤسسة السجنية أعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق النزلاء، 285 زيارة من طرف اللجان الجهوية، بالإضافة إلى زيارة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. تلقى المجلس ولجنه الجهوية 3 شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب. في التقرير هناك تفصيلات مدققة حول هذه الحالات ومتابعتها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واليوم نحن في انتظار الإصدار الأحكام بعد أن تجاوزت التحقيقات الضرورية من طرف النيابة العامة. وبطبيعة الحال تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في انتظار هذه القرارات القضائية. طبيعة الحال توصل المجلس كذلك ولجنه الجوية 149 شكاية همت ادعاءات سوء المعاملة، وبعد التحري والقيام بالزيارات خلصت أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعديل. وعملنا في هذا التقرير لهذه السنة بتقديم التعريف الخاص بما هو ما هو التعذيب، وما هي المعاملة القاسية والمعاملة الحاطة والمهينة والكرامة، حتى نقتسم مع الرأي العام ومع من يتابع تقاريرنا بأن كيف نكيف
الشكايات التي نتوصل بها، ما هي العناصر التي علينا أن نضمنها لتكون الادعاءات متصلة بالتعذيب، الادعاءات المتصلة بالعقوبة القاسية، والادعاءات المتصلة بالمعاملة الحاطة بالكرامة. طبيعة الحال بعد التحري اعتبرنا بأنه بعد من غير الحالات الثلاث، هناك حالات ديال المعاملة القاسية 149 حالة من إدارة من المعتقلين توصلنا بها. وبعد التحري عملنا عملية تحري طويلة جدا في اللقاءات في مع المسؤولين بإدارة المؤسسات السجنية، مع المعتقلين مباشرة ومع العائلات، لأن توصلنا كذلك بشكايات من العائلات. عرفنا بأن هناك عدد من الشكايات بشكل كبير جدا يكون واحد الخلاف أو واحد التوتر ما بين المعتقلين، يتم تدخل الإدارة لنقولوا إعمال النظام واحترامه، ويعتبر المعتقلين بأن ذلك التدخل ديال الإدارة هي معاملة حاطة. وأذكر في هذا المجال بأنه فيما يخص التعريف المعاملة ديال التعذيب، هو أنه التعذيب إلى أن لم تكن هناك عقوبة قانونية واضحة أو لاستعمال الإجراءات القانونية الواضحة. إذن سادسا، تواصل دينامية ديال إنشاء الجمعيات الغير الحكومية التي يقدر عددها هادس في سنة 2000 ب 266,610 جمعية غير حكومية عبر التراب الوطني وعبر الجهات الاثنى عشر. جمعيات غير حكومية تتوزع على كل جهات المملكة، تشتغل في كل القضايا بعد أحيانا قضايا دقيقة وتقنية. بطبيعة الحال هذه الجمعيات تعتمد في أغلبها على نظام التصريح عوض الترخيص، وهذا نسجل بأنه في هذا الموضوع هناك بعض التحديات تحول دون تطور الفعل الجمعوي بشكل سلس، منها ما هو إرادي مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، إضافة إلى استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحياناً عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها للقاعات العمومية، تنظيم أنشطتها طبقاً لأهدافها المسطرة. أوصينا بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، خاصة مع في علاقتها الآن بالفضاء الرقمي، و الفضاء الرقمي أصبح كذلك فضاء للجمعيات ولتكتل الجمعيات. رصد المجلس 600 تظاهرة واحتجاج في المجال العمومي من 11,086 تظاهرة وتجمعا بالشارع العام. همت بالاحتجاجات همت الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، مساندة فلسطين، واحتجاج موظفي التعليم. رصد المجلس سنة 2023 عبر لجنه الجوية 5 قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد 4 مدونين بسبب نشر أخبار زائفة أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر فيديوهات غير صحيحة وزائفة أو لما تمس بالحياة الشخصية خاصة بالنسبة للنساء. دعم المجلس في قضايا الاتجار بالبشر، وهذه موضوع جديد يتطور بشكل كبير بالمملكة المغربية. عملنا على دعم تدخل المجلس بإعداد دليل لتعزيز قدرات الأطر ديال المجلس بما يخص الأطر الوطنية والجهوية لتوحيد منهجية العمل بخصوصية التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم. وحيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 23 110 قضية ذات صلة بالاتجار بالبشر. طبعا الحال كذلك وأنتم العارفون أكثر منا، تسجيل ردود فعل متباينة بخصوص قطاع التعليم على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والمستجدات التي جاء بها، وما نتج عن ذلك من وقفات احتجاجية ومسيرات على المستويين الوطني والجهوي، والذي أدى إلى توقف الدراسة
في القطاع العمومي لإثنا عشر أسبوعاً، مدة طويلة جداً فيما يخص الحق في الولوج إلى التعليم. معالجة 280 شكاية خاصة بالنساء وبالفتيات ضحايا العنف خلال سنة 23، فضلاً عن متابعة المجلس ولجنه الجهوية لنزاعات معروضة على القضاء. ومن أهم هذه القضايا التي أثرت فيه بشكل كبير هو ما ترتب عن تزويج فتاة قاصرة، من أنها متابعة اليوم بجريمة القتل في جهة درعا تفيلات. هذه الطفلة تزوجت في بشكل مفروض عليها، لم تتمكن من استيعاب معاملة الحماة والزوج لها بضربها واغتصابها وجلدها وفرض عليها كل العقوبات الممكن أن تصورها، وصلت إلى حد قتل حماتها. اليوم هي موضوع محاكمة في منطقة درعا تفيلات. وبالتالي أظن بأن هذه المتابعات ليست هي متابعات قضائية بشكل دقيق، هي متابعات لمآسي إنسانية لهؤلاء الطفلات والأطفال في مغربنا. 12، واكبة المجلس دينامية التداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات، سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارسة حقوقهم وفي حرية تعبيرهم وفي سلامتهم الجسدية. وتقريرنا يقدم فصلاً خاصاً حول هذه المواكبة والفضاء الرقمي. استمر المجلس بطبيعة الحال في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات الضحايا الاختفاء القسري. في تقريرنا لسنة 2023 وبمناسبة عشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، نقدم في هذا التقرير تفاصيل مدققة حول ما تم، أولاً المبالغ التي تم صرفها في خص التعويض الفردي، الإدماج الاجتماعي، التقاعد التكميلي، التغطية الصحية، إلى جانب مراكز حفظ الذاكرة ودعم الجمعيات الغير الحكومية التي اشتغلت على موضوع حفظ الذاكرة لسنة 2023. هناك أكثر من 10 جمعيات عبر كل مناطق المملكة اشتغلوا على هذا الموضوع ديال حفظ الذاكرة. هم الآن يقدمون أعمالهم وأشغالهم بهذا الخصوص. هناك كذلك تم كذلك التعامل مع انتشار أخبار زائفة خلال الزلزال، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح والأخبار الزائفة، وكنا قد نشرنا جزء من هذا الرصد في تقريرنا حول حماية حقوق الأطفال، والذي تم تقديمه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نهاية ماي الأخير من طرف الأمين العام للمجلس الوطني بمقر المجلس. وقمنا بتحليل ما جاء في الفضاء الرقمي، ولكن كذلك هناك ما بين الفضاء الرقمي والفضاء والميدان في علاقتها بهذه الأخبار الزائفة حول ما تعرضوا له الأطفال من مس بحقوقهم الأصيلة. طبعا الحال في التقرير السنوي للمجلس إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي قامت خلال سنة 2023 ب 55 زيارة مكانا للحرمان من الحرية. شملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية، 26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، ومنها الدرك الملكي والأمن الوطني، و8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني، و19 مكانا للتابعة للدرك الملكي، إلى جانب هناك كذلك ومستشفى للأمراض
العقلية والنفسية، كما قامت بإنجاز تقارير عن كل الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات، وتم عرض وتم إرسال عدد هذه التقارير إلى المسؤولين على أماكن الحرمان من الحرية من أجل تقديم توصياتهم وملاحظاتهم أو لا تقديم معلومات إضافية على أساس إنجاز أو لا نشر التقرير النهائي لزيارة أماكن الحرمان من الحرفية. وهي نقول هذه المقاربة هي مقاربة ديال اللجنة الفرعية للوقاية من التعدين. إدماج كذلك تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الأطفال التي توصلت بمجموعة 83 شكاية خلال سنة 23، إلى جانب عقد جلسات استماع وندوات وتفاعلات حول مواضيع تهم انتصاف الأطفال وما أو لا انتهاكات لحقوقهم. بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 23 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا، وبطبيعة الحال كان هناك زيارة لعدد من المناطق للقاء مع الجمعيات العاملة في الإعاقة. هناك ذلك إذن خلال سنة 23 دوليا تم اعتماد 3 تقارير من قبل الآليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان ببلادنا. قدمنا تقارير والمملكة المغربية قدمت تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقدمت هذه الآليات توصيات ما فتئ المجلس يطالب بتفعيلها وأوردها في تقريريه الموازيين لهاتين الآليتين، مثل وضع قانون شامل لمكافحة التمييز وتسريع إخراج القانونين المتعلقين باللجوء والهجرة. تقرير ثالث كذلك بالجولة الرابعة للاستعراض الدولي الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصية، ورحبنا بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية من 306 توصية 222 وتوصية حظيت بالقبول من طرف المملكة المغربية، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. شجعنا الحكومة على إعادة النظر في موقفها بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في الممارسة والفعل وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تزويج الطفلات، بالإضافة إلى تعديل مدونة الأسرة وفقاً لمقتضيات الدستور. طبيعة الحال سجل المجلس أن 107 من التوصيات التي حظيت بقبول الحكومة سبق له أن اقترحها في تقريره الموازي المقدم في مارس 22، وأن 125 توصية أخرى تضمنها تقاريره السنوية أو الموضوعاتية أو آرائه الاستشارية. بذلك يكون المجلس عنده وضع اعتباري في هذه الآليات الدولية في أنه يأخذ تقارير توصيات المجلس الوطني والتشاور والتفاوض بخصوصها مع الحكومة المغربية. وصل المجلس خلال سنة 23 لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. نتولى منصب نائبة رئاسة التحالف العالمي، كما أننا نقوم بتنسيق عدد من فرق عمل لهذه المجموعات بما فيها الهجرة، المقاولات وحقوق الإنسان والطفل وغيرها من المجموعات العمل بما فيها كذلك التغيرات المناخية. إذن بطبيعة الحال عرفت سنة 2023 إطلاق مسار إحداث شبكة إفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعدين من مبادرة من المجلس الوطني وبشراكة مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان. نتج عنه إعلان مراكش الذي يعتبر الوثيقة المؤسسة لهذه المبادرة، والذي تم سنعود إليه في التقرير ديال 2024 والذي تم المصادقة عليه على النظام ديال إحداث هذه الآلية، وبأن كذلك السكرتارية الدائمة لهذه الشبكة هي
بالرباط بالمملكة المغربية. واصل كذلك المجلس تفاعله مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة بالمملكة المغربية مؤتمر يهم مجال حقوق الإنسان بعد عودة بلادنا بالاتحاد الإفريقي سنة 2017، والذي حيث نظمنا المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية. يقدم إذن سيدات والسادة التقرير السنوي إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معطيات دقيقة موضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة المغربية بالنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين. كذلك يقدم هذا التقرير التحديات التي لازلنا نطالب بها ونعمل على تحقيقها فيما يخص الحقوق والحريات بشكل عام. إذن هذا التقرير قدم 232 توصية عامة، توصية موضوعاتية في كل موضوع من المواضيع. هناك سبع محاور رئيسية، إلى جانب من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية بالأساس، تتعلق بالممارسة الاتفاقية ببلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي، خاصة فيما يخص المصادقة التسريع والإسراع بالمصادقة على قوانين مهمة نعتبرها في مجال حقوق الإنسان مهمة جدا، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية. ونحن كذلك في انتظار ما سيقدمه المجلس العلمي فيما يخص الترتيبات الأخيرة ديال مراجعة مدونة الأسرة، باعتباره كذلك قانون عنده وضعه في المنظومة حقوق الإنسان. طبيعة الحال هناك كذلك توصيات جد هامة حول السياسات العمومية والبرامج، ومنها بالأساس أذكر في هذا الموضوع ارتباطا بعنوان التقرير، هو التأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية. قلت بداية هذه الكلمة أن هناك عناصر ومحاور لهذه الحماية الاجتماعية. نعرف بأن المنظمة العالمية للشغل تنص على 9 عناصر لهذه الحماية الاجتماعية. المغرب أو الحكومة المغربية فعلت 4 من هذه العناصر، ونوصي بالإسراع باستكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية، خاصة منها التي نعتبرها أساسية المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، هي إعانات الشيخوخة، إعانات البطالة والإعاقة، وضمانات العمالة، وإعانات حوادث الشغل. يتطلب إذن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تسريع ورش كذلك إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا للجميع، تقوية الرأس المال البشري، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي الذي انطلق هذه السنة، وإعمال كافة مقتضيات الإصلاح أو القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي، باعتباره نعتبره هو أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبطبيعة الحال كذلك سيتمكننا من تعزيز العدالة الاجتماعية كموضوع عرضان في فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات التي سطرها المجلس الوطني منذ بداية هذه الولاية سنة 2019. كانت هذه ملخصا واستنتاجات ل 340 صفحة للتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023 حول إرساء
دعائم إلقاء نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم. طبيعة الحال سعيدة جدا أن أرى زملائي السيد الأمين العام، شكرا لمتابعته ولحرصه على أن يكون هذا التقرير السنوي في هذا المستوى. شكرا كذلك لزملائي ديال اللجنة الدائمة للحماية والرصد لحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة للنهوض بحقوق الإنسان، وكذلك الآلية الوطنية لانتصاف حقوق الأطفال، وكذلك زملاء لم يتمكنوا من الحضور، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أعضاؤها ورئيسها ومنسقها هو كذلك الآن بدأ زيارة بعد عودته من كاب تاون، زملائي بالمديرية ديال الدراسات بالمجلس ديال العلاقات الدولية بالمجلس، ديال الحماية بالمجلس، ديال النهوض بالمجلس، طبيعة الحال زملائي في ما نسميهم بلي ديريكسيون دابوي، أستاذ الهباد وكريمة في أنهم تمكنوا من تنظيمنا لهذا اللقاء التواصلي لتقديم تقييمنا لحقوق الإنسان لسنة 2023.